الآن وحصرياً استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة. جوال 0505587737 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 0096655587687. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم. الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة. جوال 0505587737 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 0096655587687. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم. الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة. جوال 0505587737 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 0096655587687. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم. الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة. جوال 0505587737 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 0096655587687. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم. الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة. جوال 0505587737 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 0096655587687. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم. الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، موالي